طيب انت يعني حضرتك دلوقتي كنت واحنا بنتكلم قبل الحلقه قلتي لي انه في 3 حاجات معينه هي دي اللي فيها نقص، يعني عايزين نحددهم عشان نبتدي نشتغل عليهم. يعني في العلاقه الزوجيه في 3 حاجات كده قلتي لي، 1 2 3، ايه اهم حاجات الناس مش فاهمين بعض فيها؟ قلت لك انه الحاجات دي اللي هي بتمثل اهم اسباب الطلاق، صحيح، وانه الطلاق لقينا انه اكتر المشاكل اللي بتؤدي ليه هو انه مفيش انسجام في العلاقه الجنسيه، انه في مشاكل ماديه، في اختلافات، مين بيصرف ايه، مين المسؤول عن ايه. وقلنا كمان انه التوجهات، يعني يبقى في 2، واحد متشدد جدا، واحده منفتحه قوي، حد منظم جدا، وحد مهرجل على الاخر، حد بينام بالليل والتاني بيصحى بالليل، فبالتالي مفيش نقاط التقاء. أيوة. فدي من اكتر الاسباب اللي ممكن تؤدي لاختلافات، ويبقى للاسف الزوجين دول او الشريكين دول ما يقدروش يكملوا حياتهم مع بعض. طيب.